مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في ثنايا الخبر تحدثنا في المحور الأول عن قصف النظام والطائرات الروسية على ريف إدلب ما أوقع عشرات الضحايا في مخيم قاح للنازحين وفي مدينة معرض النعمان. وفي المحور الثاني سوف نناقش زيادة الراتب التي تم إقرارها في سوريا بالتزامن مع الانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية. قبل ذلك نذهب وإياكم لمتابعة أبرز وآخر التطورات لهذا اليوم. فريق منسقو استجابة سوريا يصدر بيانا لإدانة القصف الذي استهدف مخيما للنازحين في ريف إدلب الشمالي والذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى معتبرا إياه جريمة حرب. مديرية الأمن العام اللبناني تقول عبر موقعها الرسمي أنها أوقفت شبكة تهريب بشر بين لبنان وسوريا تضم أشخاصا يحملون الجنسية السورية واللبنانية بناء على إشارة النيابة العامة المختصة. مراسل قناة حلب اليوم يقول أن السلطات التركية بدأت بإزالة الجدار الفاصل بين المعبرين التركي والسوري في تل أبيض بريف الرقة الشمالي مع استمرار عمليات تأهيله لإتاحة المجال للسوريين الراغبين بالعودة إلى المنطقة. عصابة من عدة أشخاص تقتحم منزل امرأة وحيدة في حي الشيخ أبو بكر بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام وتعتدي عليها بالضرب وبشكل وحشي بحسب صفحة شبكة أخبار حي الزهراء بحلب المولية. وزارة الدفاع التركية تعلن ضبط أسلحة في مدينة راس العين الواقع ضمن عملية نبع السلام شمال سوريا، بينها 700 منصة إطلاق صواريخ وأكثر من 90 قنبلة مصنعة يدويا في مبنى حولته قوات يبيجي إلى ورشة لتصنيع الأسلحة. وكالة ريانوفوتسيا الروسية تقول إن علماء آثار شبه جزيرة القرم بدأوا ببعثة استكشافية أثرية تحت الماء في سواحل سوريا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في محورنا الثاني من ثنايا الخبر، نناقش فيه زيادة الراتب التي تم إقرارها في سوريا بالتزامن مع الانهيار المتواصل وغير المسبوق في سعر صرف الليرة السورية. أصدر إذن رئيس النظام بشار الأسد مرسوما يقضي بزيادة رواتب الموظفين في الوقت الذي تواصل فيه الليرة السورية انهيارها. نتابع التقرير التالي ونعود للنقاش مع ضيوفنا. مسلسل انهيار الليرة السورية ما يزال مستمرا لكن بوتيرة أسرع هذه المرة. 753 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد في الأسواق السوداء لكل من حلب ودمشق فتحت الباب أمام المطالبات بحلول سريعة. نضال قبلان سفير النظام السابق حذر من أن الرهان على صبر الشعب بما يفوق طاقته للتحمل مجازفة وخطر داهم لا مبرر له. بعد صندوق رجال الأعمال لدعم الليرة لم يرى السوريون في مناطق النظام خطة جديدة لإيقاف تدهور سعر الصرف، بل بادر رئيس النظام لزيادة الرواتب بقيمة 20,000 ليرة للموظفين وللمتقاعدين 16,000 ليرة. الزيادة الأخيرة تقدر بنحو 26 دولارا أمريكيا للموظفين و 21 دولارا للمتقاعدين وسط تساؤلات عن جدوى وأثر هذه الزيادة. المشكلة الأولى أنها تأتي لشريحة من المجتمع السوري دون باقي الشرائح وبالتالي سوف تزيد من معاناة باقي شرائح المجتمع. المشكلة الثانية أنها تأتي كضخ وزيادة في السيولة النقدية دون زيادة السلع والخدمات، بالتالي سوف تزداد أسعار المواد وسوف نشهد ركود في الأسواق. زيادة الرواتب تأتي في وقت سجلت فيه الأسعار ارتفاعا كبيرا، فسعر جرة الغاز وحدها بلغ 6,000 ليرة. وزير الاقتصاد السابق في حكومة النظام نضال الشعار كان قد حذر من القادم الأقصى المتمثل في جمود الأسواق وعزوف المنتجين بسبب ضعف القدرة على التصريف. معنا هنا في الاستوديو الزميل عبادة حيدري معد ومقدم برنامج اقتصاد سوري في قناة حلب اليوم. مرحبا بك زميل عبادة. أهلا بك. حياك الله. وأيضا معنا الأستاذ مصطفى قلعجي الأمين العام لحزب النهضة أو التغيير والنهضة السوري. لو بدأت معك عبادة، يعني
النظام زاد الرواتب بقيمة 20,000 ليرة سورية، يعني ما يعادل 26 دولار. كيف سينعكس هذا الأمر على الواقع الاقتصادي في مناطق النظام؟ نعم، المشكلة أن هذه الزيادة كما تحدثت في التقرير، المشكلة أن هذه الزيادة تأتي لشريحة واحدة في هذا المجتمع وهو الموظفون، ونحن نعلم الآن أن نسبة البطالة هي تتجاوز في سوريا تتجاوز 80%، وأيضا يعني هذه الزيادة فقط للقطاع العام. أيضا هذه الزيادة تأتي في ظل تدهور الليرة السورية، وهذا التدهور يعني لم يقف وأسبابه ما زالت موجودة، بالتالي سوف نشهد زيادة للأسعار، لأن هذه الأموال التي يضخها النظام في السوق سوف بدون زيادة لأي سلع أو خدمات سوف تزيد من هذه الأسعار للسلع والخدمات، وبالتالي تضخم، وتضخم كبير، وهذا التضخم سوف يدفع برؤوس الأموال وأصحاب المعامل والحرف إلى إيقاف عملهم بسبب عدم وجود طلب على هذه السلع، وبالتالي ستزيد نسبة البطالة وستتدهور الليرة السورية بشكل أكبر. نعم، سوف تنخفض القيمة الشرائية الليرة السورية. حبذا لو عدت وأعطيتني الرقم حول نسبة البطالة. نسبة البطالة تزيد عن 80% في سوريا. 80%. طيب سيد مصطفى قلعجي ضيفنا من حلب، 80% نسبة البطالة، وبالتالي يعني قلة من الموظفين أو قلة من السوريين هم موظفون، ماذا عن باقي شرائح المجتمع يلي 80% منهم يعني عاطل عن العمل؟ لا، المسألة ما بتنشاف بهاي الصورة فقط. سوريا تتعرض لحصار اقتصادي من الأشقاء قبل الأعداء من العام 2005. التدهور اللي أنت حضرتك وضيفك الكريم عم يحكي عليه، المعابر اللي موجودة باتجاه إدلب هي يعني سبب مهم من هاي الأسباب اللي نحن عم نتعرض لها بالداخل السوري. يوميا عم بدخل لنا من إدلب منتجات قيمتها ملايين الدولارات، وعم يتم دفعها للمصنعين في إدلب يعني بالدولار، وبالتالي ضمن سوريا ما في عندنا مطابع لهذا الدولار، بده يصير طلب شديد عليه، وقت اللي عم يصير طلب شديد عليه عم بروح بيرتفع السعر تبعه. يعني خليني اقول لك مسألة مهمة جدا، السوريين يعانون كثيرا من مسألة الرواتب اللي حضرتك عم تتفضل عليها. يعني هلا الراتب الدرجة الأولى 45,000 ليرة سوري، مع 20,000 تبعته القادمة الثانية بكون اخذ راتبه على الدولار يعني شي 130 دولار بالشهر، يعني ما بكون تجاوز لا اليوم الدولار، اليوم الدولار 765، يعني ما وصل ل 100 دولار، هو ما وصل ل 90 دولار يعني الدرجة الأولى. نعم أنا معك، لكن كل يعني نحن السوريين كلياتنا ما عم نقصر بالمسألة، يعني لا تظن إنه هلا أنا إذا دخلت على صفحتي الشخصية بتلاقيني كاتب عن مسائل كتير موجودة، عن غلاء الدولار، عن غلاء المواد الغذائية اللي موجودة بالسوق، عن هاي المسائل كلياتها، لكن كمان نحن يعني خلينا نحكي بحق، يعني هلا الدولة السورية يمارس عليها حصار شديد من قبل الآخر، ما لنا شايفينه كلياتنا؟ هدوني شايفينه ومقدرين هاي المسألة، لأنه نحن ندرك أنه المفروض يكون جهد الحكومة. أستاذ مصطفى، يعني لماذا حضرتك تصر يعني من المحور السابق والآن، أنا أحترم كل ما تقوله، ولكن تصر على أنه السوريين لازم يعني يجلدوا أنفسهم ونحن الحق على السوريين ونحن كذا. طيب هنالك دولة هي تتحمل أعباء الدولة، بأي دولة أوروبية أنت تعلم هذا الأمر، عندما تنهار ليرتها شوي أو عملتها شوي، أو عندما تسقط ضحية واحدة منين من كان توان، يعني كنت تقول حضرتك أن هنالك مدنيون أيضا يسقطون في حلب. طيب لنهب مثلا أنه يعني هؤلاء إرهابيون من يقصفون وكذا، طيب عندما تفشل دولة في حماية مواطنيها وفي حماية اقتصادها لشو عم تضل قاعدة لهلأ؟ يعني شو إلى شغل لسه؟ يعني هلأ هاي المسألة لا أنا فيني يعني أقررها ولا حضرتك فيك أقررها. لا أنا فقط أتساءل يعني. لا لو سمحت لي أستاذ الله يخليك، أنا أول شيء يعني أنا لست ناطقا باسم الحكومة السورية، هاي مسألة كتير مهمة بريدك تعرفها. المسألة الثانية، الانتخابات الأخيرة اللي دخل الرئيس بشار الأسد كان في مشرف عليها ضيوف من المجتمع الدولي وفاز بالانتخابات، والجماعة اللي كانوا ضيوف اللي مع حضرتك
الاحزاب تبعتهم والقوى السياسيه تبعتهم تشارك باللجنه الدستوريه اللي راحت على جنيف واللي هن عم بدوروا على مخرج سياسي واقتصادي للبلد واجتماعي وكل هاي المسائل. طيب لا نريد ان نخرج كثيرا عن نترك لو سمحت لي خليني اكمل عشان ما انسى اللي معي. طيب لا نترك نحن نترك المسألة فقط انه بيتحمل الدولة السورية. نعم نعم سيد خلعش، على كل لا نريد ان ندخل في جدال ربما يعني خلينا نرجع على موضوعنا الاقتصادي. برايك براي حضرتك يا سيد قلعجي، برأي حضرتك الآن لو عدنا لموضوع حلقتنا ملفنا، عندما تزيد الدولة السورية، تمام لا أريد أن أقول نظام كي لا يعني مشان ما تزعل، عندما الدولة السورية تزيد أو بشار الأسد يزيد من رواتب الموظفين 20,000 ليرة سورية، تمام يعني 50% تقريبا من رواتب الموظفين، ألا يعني ذلك أن الدولة السورية سلمت جدلا أنها لن تستطيع أن تعيد الليرة السورية تحت 700 أو حتى ربما لن تستطيع أن توقف يعني انهيار الليرة السورية؟ أرجو أن منك أن تفكر بالإجابة جيدا، سأأخذها منك بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير، غرام الذهب ب30 ليرة سورية، فما قدرة السوريين على شراء الذهب بعد اليوم؟ مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في ثنايا الخبر، نناقش زيادة الرتب التي تم إقرارها في سوريا بالتزامن مع انهيار الليرة السورية. بالتزامن مع انهيار الليرة السورية، إذن بلغ سعر غرام الذهب 30,000 ليرة سورية. المزيد في المادة التالية مع الزميلة آلاء. إليك آلاء. نعم بالفعل عمار، لأول مرة في تاريخ سوريا 30,000 ليرة سورية سعر غرام الذهب في دمشق لهذا اليوم. هذا السعر القياسي لجرام الذهب من عيار 21 أثار موجة من التعليقات الغاضبة والساخرة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. نستعرض أبرز هذه التعليقات. هبة نعسان تقول: منيح تجوزنا وخلصنا، الله يعين اللي بده يتجوز. محمد خطيب تقول: كويس هلأ الملك لازم يصير فضة، من شو بيشكل فضة ولا مرتب؟ بلا الذهب بلا على القلب، خلي الذهب بالمحلات مزينة.
بايمان علي يقول والله أنا شايف كل يوم بدنا نكتب كلمة ولأول مرة بالتاريخ لأنه كل يوم عم يطلع، بيقصد يعني أنه سعر الذهب يختلف بين يوم والآخر. طبعا ليست أسعار الذهب وحدها من تسجل أرقام قياسية، فلقد سجل الدولار الواحد 754 ليرة سورية لأول مرة أيضا في أسواق دمشق. نظام الأسد وبعد انهيار الليرة بهذا الشكل زاد على رواتب الموظفين 20,000 ليرة، أي ما يعادل 26 دولار، أمر يرى محللون أنه تسليم واعتراف من النظام أنه غير قادر على إيقاف انهيار الليرة المستمر. أيضا منذ قليل موقع عكس السير قال أن سعر صرف الدولار الواحد وصل إلى 768 ليرة سورية في طرطوس. أما بحسب موقع الليرة اليوم فقد وصل الدولار الواحد مقابل الليرة في دمشق إلى 765. نعود إليك عمار. معنا هنا في الاستوديو الزميل عبادة حيدري معد ومقد برنامج اقتصاد سوري الذي يخرج على شاشة حلب اليوم، ومعنا أيضا من حلب السيد مصطفى قلعجي الأمين العام لحزب النهضة والتغيير. أعود إليك سيد مصطفى ضيفنا من حلب، يعني قبل الفصل سألتك والآن يعني أكدت عليه زميلتنا بالمادة التي خرجت منذ قليل، يعني خبراء اقتصاديون يرون أنه هذه الزيادة التي قام بها بشار الأسد هو يعني دليل على أنه لم يعد بإمكان الدولة السورية، الحكومة السورية، النظام السوري، قل ما شئت، لم يعد لديهم قدرة على أن يعني يحافظوا على المستوى التي وصلت إليه الليرة السورية اليوم، ربما تصل للألف أو أكثر. أستاذ عمار، المسألة كمان ما تنشط بهاي الصورة. اللي عم بصير بالبلد اليوم في إقبال شديد على الدولار لأنه ما في سوق، ما في سوق صحيحة لإله. سبب ذلك إنه اللي المتعاملين اللي هن إلهم كم اللي بيتعاملوا بالكم البسيط من الدولار، وقت اللي بيبدأ الدولار يطلع لفوق بيرقدوا كلياتهم على السوق، لحتى اللي موفر معه 200,000 أو 500,000 سوري بيرقد ليشتري فيهم دولارات، وبالتالي بصير في طلب شديد على الدولار بالبلد. هي اول مساله. المساله الثانيه، اليوم انت كيف يعني سعر الدولار كيف بيتظبط بالبلد؟ هو له علاقه اول مساله بالعرض والطلب، ثاني مساله له علاقه بالصناعه اللي موجوده ضمن البلد واحتياجات البلد للمواد الاوليه من خارج سوريا. عمليا اليوم نحن النفط السوري اللي موجود بايد الدوله السوريه لا يكفي لاستهلاك المواطنين السوريين، وبالتالي في عندهم الحكومة السورية في عندها فاتورة العلاقة بالنفط شهرية لازم تجيبها، وبتعرف حضرتك نحن هلا بالشتاء والمفروض يتوزع مازوت للبيوت، وأيضا يعني عبر شاشتكم التوزيع لسه ما اكتمل وبدي بمناطق ومناطق ما تكمل. موضوع الغاز أيضا البلد بحاجة لكمية غاز مهمة جدا، وهي الغاز ما بيصل يعني ما في غاز عم تأخذه الدولة السورية، وبالتالي انا من وين بدي اروح اجيب قطع اجنبي لحتى يعني اوازن بين سعر الصرف المحلي وما يدخل لي خزينه من قطع اجنبي. نعم صحيح. النفط يعني انت بتعرف حضرتك انه الولايات المتحده سيطرت على معظم النفط السوري، مفهوم، وبتعرف حضرتك انه الغاز السوري كمان بنفس القصه ونفس الطريق، وبتعرف انه الدول اللي ساهمت بسرقه واغتصاب جزء مهم من الارض، ما بدنا نروح باتجاه تفاصيل كثير كبيره. نعم. كلياتنا بنعرف ما تمر به الدوله في سوريا. جميل. وهي الزياده كان السوريين عم طالبوا فيها من وقت ما كان الدولار بحدود ال 350 400 ليره. نعم سعود اليك. حتى اذا انت رجعت على صفحاتنا الشخصيه بتلاقي هاي المطالبات موجوده سعودي. حتى نحن يعني امبارحه كنا يعني انا كاتب على صفحتي على الفيسبوك وعلى تويتر الكلام اللي انت عم تفضل فيه حضرتك. طيب جميل. لكن انا بدي اسال خلينا نسال بعضنا نحن سؤال، شو كلياتنا يعني شو كلياتنا عندنا امكانيه نقدم لحتى نوقف تدهور الليره السوريه ونقدم شيء طيب. بديل عن هاي المساله. نعم. اللي عم تعرض لها السوريين. نعم سعود الى حضرتك. عباده اطلت عليك ربما قليلا، يعني عندما يرتفع سعر الذهب إلى هذا المستوى، يعني يصل تقريبا إلى راتب الشهري للموظف بغرام ذهب أو غرام ونصف على الأكثر بعد الزيادة،
كيف سيؤثر ذلك على بقية الأسعار وعلى السوق المحلية وعلى المواطن السوري؟ نعم، في الحقيقة أسعار الذهب هو ما يعكس السعر الحقيقي للدولار، فالدولار الذي تسعره حكومة النظام هي 434 على ما أظن. إذن فالأسعار كلها يعني ستتجه نحو التضخم، سوف تتجه نحو التضخم وسوف تقف عجلة الإنتاج. نعم، يعني اسمح لي أن أرد على السيد مصطفى عندما قال المشكلة هي في المعابر ومعبر إدلب الذي يأتي منه الكثير من البضائع من بالدولار. نعم، وبالدولار. نعم، المشكلة هو أين القطاعين الزراعي والقطاع الصناعي في سوريا. سوريا كانت دولة قوية نوعا ما صناعيا وزراعيا، على الأقل كانت مكتفية وكانت أيضا تصدر للخارج. النظام الذي تعامل في البداية مع يعني الشعب السوري بالقمع والقصف والتهجير، هذا كله أرهق الميزانية والاحتياطي في مصرف سوريا المركزي. مؤشر السلام العالمي لهذه السنة وتكلفة الحرب يقول أن سوريا هي الثانية، يعني هي أقل دولة، ثاني أقل دولة في السلام في العالم، وخسرت حوالي 67% من اقتصادها نتيجة الحرب. السيد مصطفى يقول ماذا يمكننا نحن كسوريون أن نقدم للاقتصاد السوري. أنا يعني أبشرك سيد مصطفى أننا لم نعد نمتلك شيء. نحن كسوريون، النظام بدد كامل ثروات السوريين. الآن يعني نجد بينما السوريون حالات السرقة، ظهر قبل قليل خبر سرقة و المتشردون والمتسولون في سوريا، حتى يعني تسرب الأطفال من المدارس لا يستطيعون تسرب. نعم، الوقت بينما في نفس الوقت الآن ونحن نقول أن لا يوجد دولار في الحكومة السورية وفي سوريا نرى أن رامي مخلوف وأبناء رامي مخلوف ينفقون آلاف الدولارات في أوروبا وفي قبرص، ملايين وفي ملايين. يعني عندما يكون هنالك سيارة، يعني يتصور بقرب سيارة، السيارة لحالة يمكن ملايين، ملايين، مليون ونص دولار. نعم، سيارة واحدة. فالشعب السوري طيب. قام النظام بسرقة كل ما يملك ولا يستطيع أن يقدم شيء الشعب السوري. على السيد مصطفى أن يجد انتهى الوقت تمام. سيد مصطفى، يعني معي دقيقة ربما لا أكثر. أنا كلام رح أنقل لك كلام السيد نضال الشعار، مو كلامي تمام، هو وزير الاقتصاد السابق في حكومة نظام الأسد، كان حذر من أن القادم سيكون أقسى. وكيف سيكون القادم برأيك؟ وكيف سيحتمل الناس؟ طالما المجتمع الدولي بين قوسين الفاجر خلنا نسميه بده يضل مستمر بحصاره على سوريا والسوريين، يعني أكيد القادم بيكون أسوأ من اللي نحن مستمرين فيه. لكن في مسألة كتير مهمة، هو انتهى الوقت. تفضل بس، ولكن على عجالة لو سمحت. في مسألة مهمة، ضيفك الكريم عم يحكي عن الصناعة والتجارة اللي موجودة بحلب. مين سرق مصانع حلب؟ الزراعة اللي تركوها الناس وراحت. ليش هل نحن وقتها بتجي مواد صناعية وزراعية؟ نعم، اسمح لي أن أرد علي. الأرض السورية نحن يعني رأينا كيف تدمرت المعامل وكيف سقطت البراميل على المصانع وكيف تشرد العمال. طيب انتهى الوقت تماما. انا بدي اشكر ضيفي، انتهى الوقت، اسمح لي استاذ مصطفى، تماما يعني لم يعد بامكاني ان انتظر اكثر من ذلك. اشكرك جزيل الشكر ضيفي من حلب الاستاذ مصطفى قال عاجي، الامين العام لحزب التغيير والنهضة السوري. شكرا لك زميل عبادة، ضيفي هنا في استوديو معد ومقدم برنامج اقتصاد سوري، وايضا اشكر ضيوفي في الملف السابق، الأستاذ إبراهيم أبو الليث مدير المكتب الإعلامي للدفاع المدني السوري بحلب كان معنا من الشمال السوري، وأيضا الأستاذ عبد الكريم العمر الناشط السياسي كان معنا من إدلب. الشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم مجددا. دمتم بخير وإلى اللقاء.